أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. باعتبار أن الليلة هي توافق بحسب ترتيب العلماء ليلة مسلم ابن عقيل، فنتحدث بما يسعنا من الوقت. ما الذي جرى في الكوفة على مسلم ابن عقيل؟ ما الذي حصل؟ ولماذا نقضوا عهد مسلم؟ ولماذا خاننا مسلم؟ لماذا بايعونا ثم نقضوا هذه العهد؟ السبب الذين كتبوا الرسائل للإمام الحسين عليه السلام وهو في الطريق إلى العراق إلى كربلاء، قبل أن يصل إلى منزل يسمونه منزل زروز، منطقة تسمى منطقة زروز، وصلته رسائل من الكوفة أن اقدم إلينا إننا لك شيعة. الذين كتبوا هذه الرسائل هم من خواص أهل الحق، خواص الشيعة في الكوفة، هم الذين كاتبوا الإمام عليه الصلاة والسلام، فأرسل الإمام إليه المسلم ابن عقيل وقال له أن هذا رسولي إليكم. وعندما يخبرني بأن الوضع مستقر وأصبح مناسبا فسآتي إليكم بنفسي. كان وظيفة مسلم بن عقيل أن يهيئ الشيعة والمواليد، أن يهيئ جيشا جاهزا لمحاربة ابن زياد، لمحاربة يزيد. يعني كانت الوظيفة والمسؤولية الملقاة على عاتق رسول الحسين عليه الصلاة والسلام مسلم ابن عقيل. حضر مسلم إلى الكوفة ونزل في بيوت من أعيان الشيعة، يعني وجهاء الشيعة وكبارهم، وقرأ عليهم رسالة الإمام عليه السلام. فجاء الناس جماعات جماعات، وأظهر الولاء والعزم حينما كان والي الكوفة النعمان بن بشير، وكان شخصا ضعيفا وهو يردد لأني لا أقاتل شخصا حتى أقاتله، لذلك لم يتعرض لمسلم بن عقيل. لذلك في الأيام الأولى تحرك مسلم بن عقيل تحرك بحرية، ودائما في الظرف وفي الجو في ساعة الرخاء الناس تأتي وتقف وتتكلم، وتجد هناك من كان في الصف الأخير تجده في الصف أول، ولذا لم يعترض على مسلم بن عقيل
الناس رأوا الساحة مفتوحة أمامهم ولا أحد يعترضهم، فذهب إلى مسلم بن عقيل وبايعوه. لكن اثنين أو ثلاثة من خواص الباطل الواقفين مع بني أمية كتبوا إلى يزيد. المسألة مهمة دائما وأبدا ولحقيقة تاريخية، أن الناس في ساعة الرخاء تجدهم حاضرون، حتى الذي لا يتكلم ولا يعرف شيئا ولا يفقه شيئا في السياسة وفي الاجتماع يتكلم كسياسة ويبرز نفسه كأحد الرموز في الساحة، لأن الوضع فيه رخاء فيه دعاء ليس فيه أي شدة أو اعتراض. فكتبوا إلى يزيد: إذا كنت تريد أن تكون الكوفة ملكا لك فيجب أن ترسل إليها شخصا قويا قادرا. فالنعمان بن بشير لا يستطيع أن يقف في وجه مسلم بن عقيل ويواجهها. مسلم بن عقيل مفكر عالم فقيه شجاع قوي البأس، يحمل في روحه روح الوحدة روح الثورة روح الصمود، لذلك هذا والي الكوفة ضعف أمام مسلم بن عقيل. فطلب يزيد من عبيد الله بن زياد عليه لعن الله والي البصرة أن يتوجه إلى الكوفة ليحكمها مع حفظ منصبه الأول، لأنه والي البصرة. فخرج عبيد الله بن زياد بشكل فردي من البصرة إلى الكوفة ملثم الوجه. الآن في هذه القضية يتضح دور الخواص، النخبة، الطلائع، الكواكب الأمامية وفعلهم وتأثيرهم على عوام أهل الحق، كيف ينسحبون من الساحات. وصلها لها عبيد الله بن زياد. أما أهل الكوفة الذين كانوا من بين فئات العوام غير القادرين على التحليل، وحتى لا نقول نحن من العوام، ينبغي أن نفكر دائما وأبدا في كل موقف من مواقف ساحتنا السياسية، ينبغي أن نتوقف لا نسلم، أن نسأل، أن نحلل. وهذا ما علمنا وربانا عليه الأستاذ عبد الوهاب. القضية مو قضية أن تتخذ موقفا وتمضي وتقول للناس صوتوا اذهبوا يلا مع المشاريع، لا، قضية مصير أمة مصير الشعب، الواحد من الشعب. إذا المشروع الكبير، إذا الخطوة الكبيرة فيها ضرر علي وعلى المشروع السياسي وعلى المشروع الاجتماعي وعلى الساحة الأمتي، أنا أتوقف، أنا ما نمنهم بطاعة القيادة، شنو نمنهم بطاعة القيادة؟ الفقيه ليس حجة علي، فقيه إذا أنا أقل حجة علي عن مسائل الشرعية، مو حجة علي في المسائل الاجتماعية في المسائل السياسية، لا، من قال هو حجة علي؟ إذا جبت إلي حكم الولي الفقيه الخامنئي حكم بعد مفتوى حكم، هنا أنا ملزم بالنزول إليه، وحتى الفقهاء ملزمون بالنزول إلى حكم الولي الفقيه. فمطلوب مننا
أن نكون النخب الذين يحللون يقفون عند كل جزء. لماذا هذا التردد من المعارضة الرسمية بشأن موضوع الانتخابات الرئاسية؟ أنا لو سألتكم هذا من المفترض إذا أردنا أن نربي أنفسنا على أننا لا نتخذ موقفا كباقي العوام، يجب أن نتخذ الموقف وفقا للرؤية، وفقا للإيجابيات مرجحة على سلبيات اتخاذ القرار، ثم اتخذ القرار. لذلك ينبغي أن لا نقبل أن نستغفل والمشارف تهمنا ولها علاقة بالمصير. أما أهل الكوفة الذين كانوا من بين فئات العوام غير القادرين على التحليل، فبمجرد أن رأوا شخصا مع خيله وأغراضه فضلا عن كونه ملثما ظنوا أنه الإمام الحسين عليه السلام. ولذلك هم إحنا خدع كما خدع هؤلاء العوام في الكوفة، فظنوا أن هذا الإمام الحسين وهو عبيد الله بن زياد، سلموا له الأمر وهو عبيد الله بن زياد على أنه ظن منهم أنه الإمام الحسين. لا، العالم السياسي ما في ظنين ما ظنيت. أنا ثقتي بزيد بعالم العلماء بقائمة قيادات برمز مرموز الموضوع آخر، هذا في الأخلاق. أما في تحديد المصير أنا أحتاج أن تقنعني بأن هذا المشروع الذي يريدني أن أصوت لصالحه مشروع ينجح ما أنا أريد، يحقق لي عزتي وكرامتي. فينبغي أن نتوقف. فذهبوا إليه وقالوا له بكل بساطة: السلام عليك يا ابن رسول الله. وعبيد الله بن وهذه خاصية الشخص العام حيث يتصرف بهذا الشكل. لا ترفع شعار مع كل من، لا تسير خلف كل من. يجب أن لا نكون من العوار، وهذا ما أكد عليه مرارا وتكرارا وأراد الأستاذ عبد الوهاب أن ينشئ جيلا مفكرا واعيا حذرا يقظا قادر على التحليل وقادر على أن يتخذ القرار بنفسه قبل أن يندم. ولا ينتظر حتى يتحقق من هذا الشخص الذي أتى من حصاده وأغراضه ومن دون أن يتكلم حتى معه. كيف أنا أصفق إليه؟ كيف أنا أصفق إلى المشروع؟ أنا ما أعرف راياته، ما أعرف أهدافه، ما أعرف خلفياته. فإن قال أحدهم هذا هو الإمام الحسين صار الجميع يقولون هذا هو الإمام الحسين. لذلك الإمام المؤمنين عليه الصلاة والسلام يصنف الناس إما عالم على الناس ثلاثة: إما عالم رباني، وإما متعلم على سبيل النجاة، وإما همهم وعار يلعقون مع كل عندما نرفع شعار من الشعارات، عندما نبني في مشروع من المشاريع ينبغي أن نتوقف كثيرا لنسأل ما معنى هذا الشعار وما هو أهداف هذا المشروع. وبناء على ذلك بدأوا بالسلام عليه وبإظهار الاحترام إليه
لكنه مع هذا الكلام يعتني لأنه قابل على عليها. وتوجه نحو دار الخلافة وعرف عن نفسه ونفسه. من هنا بدأت المواجهة مع مسلم الزعيم. وهنا القضية، شوف القضية، شخص واحد من القيادات، من الرموز، من القلاطع، من خواص أهل الحق، قلب الموازين بأسا على عقل الكوفة، وبالتالي قتل مسلم الزعيم. هذا الشخص الوحيد كان بإمكانه لو أنقل الموقف بإيجابية، كان بإمكانه أن يقلب التاريخ. أنا أقرأ عليكم كيف قرأ السيد الولي أكثر من هذا الموقف بعد القراءة. من هنا بدأت المواجهة مع مسلم بن عقيل، حيث كان جوهر عمله هو أن يضع المواليد لمسلم بن عقيل محور هدف عبيد الله بن زياد، أن يضع المواليد مسلم بن عقيل تحت التعذيب والتهديد دائما وأبدا. هذا أسلوب السلطات الظالمة على امتداد التاريخ. فجلج ابن عروة، هانها ابن عروة إلى دار الخلافة بالغدر والخيانة والمكر. شو نسوي القضية؟ إجهال ابن عروة دخل دار الخلافة ودون إذن أن يداخل عبيد الله الذين أتوا بهان ابن عروة هم من الطلائع، هم من الوجهاء، هم من الخواص. ومن ثم قام بتعذيبه وجرحه. وعندما اجتمع الناس حول دار الخلافة حتى يطالبوا بإخراج هانئ بن عروة، استطاع أن يفرقهم بالحيلة والبرق. في فترة التسعينيات بعد تجارب عديدة في الحرج، اتفق المعتقلون أن يضربوا عن بعض. صورت هذا المنكر 500 معتقل تقريبا أضربوا عن بعض لمطلبين: المطلب الأول تحسين المعاملة، والمطلب الثاني السماح بالكتب إلى إدخال الخارج. 500 معتقل. أول عمل إجا النقيب رئيس السجن ونزل إلى غرفتين، ثلاث غرف. هاي ثلاث غرف في عمر دين لاحظ صارت الآن في ذاك الفترة أنا كنت موجود. هذه الغرف الثلاث فيها رجال دين، فأقنع بفكر اضرب من خلال الوعود، مع أنها تجارب قليلة يعني في المعتقل. ونعلم على وعوده كاذب. ففكر رجال الدين أول من ثم قام رجال الدين بالنيابة عن النقيب، يمرون على الزنازة على الغرف وعلى العنابر، عمر حتى كلهم يفكرون. بالفعل فكوا الإغراق عندهم إلا ثلاث غرف. ثلاث غرف كلهم مسكر على حبيبي.
وياهم طلع الشيخ علي الرويدي الله يفرج عنه ان شاء الله. طلعوا سيد يعني ما كان يعني من ضمن الرجال الكبير، كان يسمونه زين ان الشباب يقعد مع الشباب وفكر الشباب وكذا وكذا. فكان هؤلاء في نظر رجال الدين متهورون، لا يسمعون كلام العلماء ولا يطيعون العلماء. جاء لهم النقيب وقال لهم انا ساسمح بالكتب واحسن المعامله الى كل العنابر الا انتم. قال له المهم ان يسمح الكتب، مو مهم احنا، المهم ان يعني يسمح الكتب الى السجن وان تحسن المعامله. فما فرق الكتب ما قيل في حقها صار معذورين ولم يفك كل اضرار. بعد 10 أيام 14 يوم وإذا بالكتب دخلت المعتقل وتحسنت المعاملة ففضل. ولولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم صمود هؤلاء لغرف أمام 500 معتقل فك الإضرار. كل غرفة هي 13 شخص، لا غرف فقط اللي واصلوا الطريق حتى تحقيق المطلبين. عندما تحقق المطلبان فكر فك الإضرار. فنلاحظ هذول أحيانا خواص أهل الحق، قيادات، رموز، طلائع، كوادر في الصف الاول هي التي تفرق الناس، هي التي تثبت عزائمهم، هي التي ترجعهم الى صفوف خلفك. وهذا ما حصل. وعندما اجتمع الناس حول دار الخلافه حتى يطالبوا بإخراج هذه التعرض استطاع ان يفرقهم بالحيل والمكر. وهنا يتغير دور خواص اهل الحق الذين عرفوا الحق. خواص اهل الحق هؤلاء وثاروا لاجله. دائما هم ينصروا الحق، ولكن شو المشكله؟ ولكنهم كانوا دائما يرجحون الدنيا. شو ترجح الدنيا؟ عادة يكون المبرر مبرر الشر باسم الشر، عنوان الشر طارت هنا عنوان اجتماعي الحكمة، وطارت هنا بعنوان سياسي فن ممكن. فتثبت عزاء الناس. ولكنهم كانوا دائما يرجحون دنياهم وتبين دورهم كيف ساهموا في تفرق الناس وتخلوا عن مسلم بن عقيل. فمسلم بن عقيل الذي بايعه عدد كبير من الناس حسب ما اشار التاريخ وذكر ذلك من الاثير في تاريخه، اجتمع حوله مسلم 30 من الشيعه والمعارضين. وينهم؟ لماذا بقي مسلم لكن واحدا حتى لم يجد احدا يدله على الطريق؟ وكان حال المعارضين في ثوره. وكان يكفيه وجوف 3 أو 4 آلاف رجل فقط معه في ذلك الزقاق الذي حوصل فيه حتى يغير ما حصل في يوم 9 حتى ما يقال مسلم بن عقيل. 30 ألف، ما نحتاج 30 ألف،
أنا فاتك 3000 4000 يقفون بالعروسة وقفة الرصاص. لكن العمل على الإقامة به ابن زياد تمثل بإرسال مجموعة من حواص أهل الحق. الظالم إذا عرف من أين تؤكل الكتف عرف كيف يثبت عزاء المؤمنين من خلال أنفسهم ومن خلال خواصهم من خلال كوادرهم وخلائعهم وقياداتهم ورموزهم. من خواص أهل الحق بين الناس حتى يخيفوهم فيخيف الآباء والأمهات. ليش؟ لأن إذا استطاعوا على الآباء والأمهات راح يضغطوا على طول على أبنائهم الشباب، وهذا ما يحصل في الواقع وفي حركة الصعيد. ويقولون لهم مع أي شخص تحارب ولم تقاتلون ارجعوا هؤلاء سيقتلونكم وسيقضون عليكم. هذا يزيد انتم قد يزيد هذا الأمزيان هؤلاء بني بنو أمية الذين تريدون أن تقاتلهم يملكون المال كما يملكون السيف والصوت، فما الذي يملكه مسلم العقل والحسين وعلم أنهم لا يملكون المال؟ أما سمعتم هذه الكلمة؟ أما قالوا أنكم ما تملكون المال؟ أمين علي الوفاق صباح الشيخ علي سلمان حفظه الله تعالى وراءه وسد سبقه كان يقول السلطة عندها عندها الجيش عندها القوة عندها ودول العالم ضدكم الإقليم ضدكم المجتمع الاجتماعي ضدكم شو تبيعش صدر سمعتم هالكلمات أو لا؟ أنا سمعت بأذني وسمعت السيد هادي المسوي حفظه الله تعالى يقول للشباب شباب سبتوني الله يا رب يا رب شوف تثبيت عزاء تحاربون عامة نازلة دبابات نازلة مدرعات الشباب والصغار صعدوا على تلك المدرعات فيعلو عنهم القيادات والرموز الصمود والصمد والمونج. وبالرغم من كل ذلك أخاف الناس وفرقوهم. من هم اللي فرقوا الناس؟ هم خواص أهل الحق، هم الوجهاء، هم القيادات المرموز، هم الذين فرقوا الناس عن مسلم بن عقيل. وفي الليلة الأخيرة عندما حان صلاة العشاء لم يكن أي شخص مع مسلم بن عقيل. وذهب ابن زياد إلى مسجد الكوفة ونادى في الناس أنه يجب أن يحضروا ليصلوا صلاة العشاء في المسجد الإمامي. يذكر التاريخ
أن مسجد الكوفة غص بالمجموع في تلك الليلة. صلوا بإمام الإمام الزيادة. لماذا وصل الآن إلى هذا الوقت؟ السيد ولي الخامنة أعلن عن مقامه الشريف يقول: أنا عندما أنظر إلى هذا الوضع أرى بأن المشكلة كانت بسبب تقصير خواص، فخواص جبهة أهل الحق مقصرون بل جميعهم كذلك. أنا مو عم بتصور هذه الكلمة، هذا ولي أمر المسلمين السيد الخامنة. وهذا الكتاب الدروس العظيمة في سيرة أهل البيت للسيد الولي الخامنة أعظم عظم قام الشريف. يقول في هذا الأمر: لقد قام بعض حواس الحق في نهاية حياتهم بأعمال سيئة أمثال سائر القرآن، فعلى الرغم من أنه لم يكن من مؤيدي لهم وكان يعرف الحق مع من، بل كان على علم بمن جل الله، إلا أنه حينما اجتمعت معه ضعفات قليلة هذه العروة حول قصر عبيد الله بن زياد الذي كان قد احتجز هذه داخل السجن وقام بتعذيبه وجرحه، خاف وتعالى، لأن جنود قبيلة هانئ وأفرادها حاصروا القصر مثل ما الشعب حاصر القصر، وهزت المسير صحيح وذهب لا يستيقظ بأعلى قصر. لو كان الشعب صاما كما كان لتغير الوجه في التاريخ، لكن فعل خواص أهل الحق هم الذين غيروا الإسلام. حاصروا القصر وصاروا يقولون لبعضهم أن هانئ قد قتل. في هذه الأثناء طلب ابن زياد من شريح القاضي أن يذهب ليرى بنفسه أن هانئ ما زال حيا ليقول لأهل قبيلته أن لا يقلقوا. اطلع الناس، طمن الناس حتى ما يجمع القصر. إن شاء الله مطالبنا بتحقق في الوقت القريب، ومصر كذب، ومصر إفراج، ومصر تسويات. وعندما ذهب شريح القاضي رأى أن هانئ فعلا حي لكن مجروح من جراء التعذيب، فخاطب هانئ شريح قائلا: أيها المسلمون، ما هذا الوضع الذي حل لي؟ ما الذي حل لقومي؟ لمن لم يلحقوا بي؟ لمن لا يأتون لينقذوني مما أنا فيه؟ يذكر شريح بأنني كنت أريد أن أذهب لأنقل كلام هذا إلى كل الأشخاص الذين كانوا اجتمعوا حول دار العمارة قصر الزيان، ولكن للأسف فجاسوس عبيد الله كان قد وقف بالقرب من ذلك المكان فلم أتجرد. السيد الولي يقول: ما معنى كلمك لم أتجرد؟ شريح القاضي كان من خواص أصحاب الإمام من المؤمنين، ما معنى كلمك لم أتجرد؟ معناه هو ما نشير إليه، فترجيح الدنيا على الدين هو هو. إحنا ما نقدر نواجه، إحنا ما نقدر نواجه من المبررات التقاعسية في حركة الدنيا. لو قام شريح بهذا العمل الواحد لتبدل التاريخ، أي أنه لو كان قد ذهب إلى الناس وقال لنا أن هانئ حي لكنه موجود داخل السجن وأن عبيد الله بن زياد ينوي قتله، ولأن عبيد الله لم يكن قد امتلك القدرة، فإن الناس الذين كانوا يتجمعون
ويريدون إنقاذ هذا، والذين بإنقاذه كانوا سيجدون القدرة والروحية اللازمة، كان بإمكانهم أن يحيطوا بأطراف دار الإمارة من كل صوب وأن يعتقدوا قدرة الله أو يقتلون أو يبعدون. فتصل الكوفة بيد الحسين عليه السلام، بل إن حادثة كربلاء أيضا ما كانت تحت الأصنام، ولو أنها لم تقع لكان الإمام الحسين عليه السلام قد تسلم الحكومة، هذه الحكومة التي لو عاشت 6 أشهر فقط لجلبت للتاريخ بركات كثيرة، وكان بإمكانها أن تستمر وتدوم أكثر من ذلك. فالقيام بحركة واحدة في ذلك المكان المطلوب كان ستمسك التاريخ. هذا الذي جعل مقام الجمهورية الإسلامية كلما حوصلت دول العالم كلما صارت كالأسد، كلما جرح الإسلام طرابقا وشجرا. بينما القيام بحاجة غير مناسبة وناشئة من الخوف والضعف وطلب الدنيا والحرص على الحياة يؤدي أحيانا إلى إدخال التاريخ في كارثة وضلال. فلم لم يشهد شريح شهادة الحق حينما رأى هذه العروة بهذا الوضع؟ فدور الخواص كان ترجيحهم الدنيا على الدين، وإذا ما عندنا داخل مدينة الكوفة وعدنا إلى داخل مدينة الكوفة، عندما أمر عبيد الله بن زياد رؤساء قبائل الكوفة قائلا: اذهبوا وفرقوا الناس من حول مصر، وإن لم تذهبوا فالويل لكم. فلماذا وافقوا؟ ولذلك كانت خطوة واحدة أكد عليها الأستاذ عبد الوهاب وركز عليها، وكانت بإمكانها أن تأخذ التاريخ إلى منحنى آخر على ساحة الأحرام، لكن الخواص في الجهة المقابلة أخذوا الحركة السياسية الحركة الثورية إلى منحنى آخر. كان منذ ذلك الوقت في فترة السلامة الوثنية كان يرى الأستاذ عبد الوهاب أن يكسر هذا الحاجز القانوني الطوارئ. لو استطاعت لو استطاع الشعب أن يكسر هذا الأمر لتغير الوضع. فلماذا وافقوا؟ أولئك الذين لم يكونوا من أتباع بنية ولم يأتوا من الشام، وبعضهم كان من كتب الرسائل إلى الإمام الحسين عليه السلام، أمثال شعب جبل ربيع الذي كتب ولا على الإمام الحسين الصدور، لكن تراه من بين الأشخاص الذين عندما قالوا عن عبيد الله اذهبوا وفرقوا الناس من حوله، نراه أيضا قد ذهب وفرق الناس من حول مسلم. في كل ذلك بواسطة التخويف والتهديد والكذب وسائر هذه الأمور، فلماذا فعلوا على ذلك؟ لماذا أعان الظالم على تحقيق مشروعاته؟ جزء من أن هؤلاء يتقدموا ليرشحوا أنفسهم لمجالس النظام الظالم في الانتخابات النيابية،
جزء من هذا الأمر المعارضة الرسمية تتحمل على عاتقها بيانها، لأنها بكل صراحة وضوح وبحرقة قلب أنها فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق أي مكسب من المكاسب المندوبة السياسية في هذا الشهر وفقاً لرؤيتها. ما حقق شيء، هناك قسم من الكوادر من الطلائع كانت متقدمة تخلى عن قليل بسبب الحركة هذه التي ميعت حركة الأمة، ميعت حركة الشارع، أقعدتها في الدولتان. يعني قضية واحدة، الناس في الثورة وفي بداية الثورة عندما ذهبوا وتجمعوا إلى ميدان النور، الناس كانوا يتطلعون إلى حياة عزيزة كريمة. لا أقول لكل الناس، لا ممكن الناس، لكن انفتحت، يعني انفتح القلب، انفتح الأفق نحو أن ترتفع الأمة عن عائم الدنيا. عندها الأقدام ذهبوا إلى الساحة، وبعد ما أعلن على الإضراب على العالم العربي، لماذا فك الإضراب؟ أول انتكاسة، اللي فك الإضراب هو الاتحاد العام لعبادة أمان بحر البحر، اللي فك الإضراب بإعازة الفارق. ففك الإضراب ثم ماذا حصل؟ النظام في الوقت الذي يكون فيه أحمق في بعض المواقف لكنه ذكي في المواقف استثمر هذه الأرقام فقال حاجة الناس إلى الأعمار افصلوه منهم، وظلت الناس تصيح هذا الفصل قبل جرائم جزاء العرب في ثورة. الآن القضية قضية نظام، هو أعمار، هو وظائف، وزارة عمل. فحولت إلى قضايا جزئية شيخ، ومن محطة إلى محطة، وترادرة إلى ترادرة، وصل إلى الأخير. لكننا نأمن أن يعيد الإخوة في المعارضة الرسمية نظرتهم إلى حركتهم. ولعل هذا القرار من وزارة العدل تجميع أنشطة جمعية الوفاق لعلها أن تكون يعني محطة من محطات إعادة النظر إلى الحراك الشعبي. أنا أقول لك، فلماذا فعلوا هذا؟ ولو خاف أمثال شخص بن الربيع في اللحظة الحساسة من الله بدل أن يخافوا من ابن زياد لتغير التاريخ، لكنهم ذهبوا وفرقوا الناس. فلم تفرق هؤلاء الخواص المؤمنين؟ خلوا اعتقلوا، خلوا استشهدوا، شو المشكلة؟ أنت لا تتحمل في رقبة الكلمة للناس، لن يتحمل أحد، الناس ستتحمل بما هم بأنفسهم. سيد الولي قال من يتحمل المسؤولية وإراقة الدماء والسجون والمعتقلات والحرايا والشهداء، من أوقع الضرر، لمن وقف بالشرع يطالب بحقه، هو الذي يتحمل المسؤولية. فلما تفرق هؤلاء الخواص المؤمنين بعد أن كانوا يلتفون حول حصنك؟ إذا أنت ضعيف، إذا أنت ما تقدر تتحمل،
والعجب أن البعض يتحدث في المنصات وعندما يجد الجساعة المثلة والشوش يتراجع، ثم تريدني أن أقارنك بالأستاذ عبد الوهاب ولا صح اسم شمس؟ أعطني رمز مفصل عبد الوهاب مفصل حسن مشمع كل يتعال يسعى في الصبر والصمود والتحدي. حتى أن بعض صحيح أنه كان بين أولئك الخواص أشخاص ضعون يمتلكون القوة، حتى أن بعضهم أتى لاحقا واستشهد في كربلاء مع خطأ الموقف وقرار في تفرقة الناس، بعدين التحق مع الحسين واستشهد في كربلاء مع الحسين، لكنهم في ذلك الموقف أخطأوا في تفرقهم عن مسلم. لما يشفع هذا خطأ، لأن الدم تسلم من عقيل في رقبة الأقل ساهل في وعلى كل حال فإن شهادتهم في كربلاء قد منحتهم كفارة عن اشتباههم ذلك، ولن أبحث في أمرهم أو أذكر أسمائهم. أما أولئك الأشخاص فمن بينهم الذين لم يأتوا إلى كربلاء صارت شهادة كربلاء كفارة لما أخطأ في حق مسلم بخصوصية يعني الشهادة لعبد العالمين. أما أولئك الأشخاص فمن بينهم الذين لم يأتوا إلى كربلاء أيضا ولم يستطيعوا أن يحضروها ولم يوفقوا لذلك، ولكنهم لاحقا صاروا مجبورين على أن يكونوا في عداد التوابين يعني في ثورة التوابين، فأي فائدة ربحوها رغم أن ثورتهم ثورة التوابين كانت طلبا لذلك سيد الولي، فأي فائدة ربحوها؟ هذه المسائل المهمة التي ينبغي أن يتفكر لها المؤمنون على امتداد مسيرتهم الإسلامية في حركة الساحة. أتذكر كان جانب مهم في بعض الأوقات أن يتخذ المؤمنون حتى يعني قرارات وإن خالفت بعض العنوز وبعض القيادات، ما دامت القيادة ليست قيادة معصومة فأنا من حقي أن أختلف معها، أحترمها أقدرها أجلها أقدسها، التقديس الذي ينطلق ويبعث من ارتباطه وتقواه لله سبحانه وتعالى، والتقديس الأعمى الذي يجعل غشاوة أمام الحق أو رؤية الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولك ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.